السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ إن شاء الله طيبين. رجعنا لكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من شيء جديد على القناة. أول مرة صراحة أسوي الشيء هذا، زي ما شفتم في الثمنيل يا عيال، حوادث سيارات. صراحة أنا وقت ما أكون فاضي ما أدري ليش أنا أحب أتابع الأشياء هذه، ما أدري ليش كذا، ما هل أحس بمتعة؟ ما أدري صراحة. ولكن في ناس يعني في الحياة بله، عارفين يعني كيف بله؟ غباء فاحش. فمرة السواقة معدومة عندهم، فما أدري أقعد أتابعهم. أهم شيء يا شباب قبل لا نبدأ الفيديو لا تنسون الصلاة على النبي ولايكك وحش واشتراك في القناة إذا ما كنت مشترك، وسنابي أكيد ظهر لكم إذا حاب تجيني على السناب حياك الله. طبعا يا شباب زي ما تشوفون أمامكم على الشاشة الآن، طبعا الفيديو هذا جديد فريش يا عيال، تو نازل 2022. فا اوكي خلينا نشوف الحوادث الجديده. طبعا اتوقع هذا في امريكا ان ما خاب ظني، فخلينا نشوف. طبعا التصوير دائما من داش كام، فخلينا بس نرفع الصوت اساس بس نسمع تمام. اوكي شوف الابله جبتوه جاي يا عيال، يعني قاعد يطالع في السياره، راسف كذا رافع وجهه ويطالع بالسيارة اللي قدامه. ايش الغباء هذا؟ والله بعض الاوقات في ناس ما تدري كيف يفكر، ايش اللي يبغاه من الحياة. يعني انا بزوم لكم يوم هو جاي. اوكي هذا صوت شوي مزعج عنده. اوكي قطع الصوت، لا رجعه. شوف اللفة ذي، بس بصدق اللي ورا، يعني احنا عندنا في السعودية شيء هذا عادي جدا، يعني واحد يدخل عليك مرة عادي، بس هون يعني هم يشخصوا الموضوع. أو بو 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 لا 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 مرة مزودها. قطع الإشارة. طيب أنت مو تبغى تلف يمين، ليش تجي في النص من البداية؟ أقول لكم في ناس ما تدري كيف. ها شوف شوف. دائما يا شباب في الإشارات اللي بيلف يمين يمسك المسار الأيمن، اللي بيروح سيدا يمسك المسار الأوسط. هذولا عكس الموضوع، اللي بيلف يمين ماسك يسار، واللي بيروح سيدا ماسك يمين. لا 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 أحيى الكمورة. راحت فيها الكمورة. طبعا هذا توقع إشارة عنده حمراء، أتوقع خلينا نشوف. شوف إشارة عنده حمراء، هذا قطع الإشارة. يب لا لا خضرة خضرة يا عيال، راعي كامري ولا قاطع لقم والله. والله لقم والله يا ساتر. بس انا شفته جاي من اليسار، شيء غريب والله. اوكي خلينا نشوف اللي بعده. اوكي هذا على خط سريع هاي واي، شوف 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 جاي طاير. طيب احا طب تجاوز وشو بعدين؟ اوه راعي الكامري يلحقه. اوه طيب ليش تسرع وانت ما انت قد السرعه؟ ليش ليش تسرع؟ بس والله راحت فيها السيفك اللي معاه يا ساتر. اتوقع هوندا سيفك اتوقع. ايوه اوكي شارة حمراء. لا 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 البي ام راحت فيها. صراحة ما ادري كلهم قاعدين يمشون فما نشوف الاشارات، ما ندري هل هي مفتوحة عندهم ولا لا. بس والله جي جي والله راحت فيها البي ام. اوكي هذا مقطع ثاني، اتوقع هذه تويوتا ما خاب ظني، والله ما ادري. اللي قدام هذه كوريلا، شوف شوف الغبي شوف. دق طب دق اشاره يمين وين تبغى؟ كنسل جي جي مع السلامه. تستاهل طريق ابوك قوه تمشي بكيفك. والله بعضهم ما تدري يا اخي كيف، وين عقله؟ والله راعي الفان مسكين. اما ايش فمه ذا؟ دخانه لسه فمه، ضرب الارباك فوجه والدخانه موجوده. شوف اللكزس، ايوه دق اشاره محترم. شوف دحين اللي ورا يعابط صح؟ لا والله ما حد عابط، ده دفور اسكت تابع انت ساكت. اوكي بنت هذه لا تعرف تسوق ما شاء الله. ايوه ايوه لا 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 خربتها البنت خربتها البنت. جي جي بس دقشه بسيطه يعني. اوكي هاي ويت دائما الطرق السريعه تمسك بريك فيها جي جي. شوف شوف الغبي هذا وين يبغى؟ وقف وقف في الطريق السريع. طيب ليه؟ حيجي واحد يقشه من ورا بنت. الله 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 الله. What are you doing? Come on, get out of the highway. Yo, come on.
مسوي انه هذا You can't stop here. I didn't hit you. What are you doing? مسوي انه هذا صدمها فهمت؟ يا اخي بعض ما تدري كيف تفكر واقفه في نص الطريق طريق سريع هاي واي لفت هذاك مره غبيه لا 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 اوه راحت الالتيمة يا عيال الوجهية راحت يا ساتر يا اخي انت لاف من لفة تروح اقصى اليمين ليه اوكي هاي واي اجين تمام الله يستر لا يكون صاحب الكرفان هذا اللي يجيب العيد لان اللي معاه مرة كبير وقاعد يتهز هز لا 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 تكبر يا حمار ليش توقف روح ليش يوقف في الهاي واي يا اخي بعضهم ليش توقف لا توقف حتى لو دخلت احم عليك حتى لو دخلت على احد كمل روح بعد ما تخلص من الهاي واي تلقى لك مكان توقف وقف اوكي يا حبيبي مو دقيت اشاره خلاص الخط حق ابوك لا طالع مين اللي جاي اول بعدين لف بعضهم اذا دق اشاره خلاص انا دق اشاره وخر عني وخر على دق اشاره طيب طالع يمكن في احد جاي ايوه هذا متردد يبيلوب متردد يبيلوب متردد لين في الاخير خرب امه في نص ابو ايش صار ايش صار دقيقه 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 خلينا نشوف خلينا نشوف هذاك كيف لف ضرب عليه الكفر يا ساتر لا 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 لا, لا البورش البورش والله يا انه شر طاح من فوق الجسر جي جي ايوه ايش ذي بي ام ايش قاعد يقول ترى ما ادري ايش قاعد يقول والله بسوي عليه طوط ما ادري هل هو قاعد لا 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 جي جي والله هذا ماشي بالعكس اوكي لا لا يا غبي لا مو كذا مو كذا بي ام هذه ام 6 اتوقع لامبورجيني يا عيال جالاردو هذه لا مو جالاردو هذه مرسيلاغو اتوقع مرسيلاغو يا ساتر والله راحت في المويه جي جي والله الله يعوض عليك طبعا هذه من السيارات النادره لانها قديمه فسياره جدا اسطوريه ايوه هذا النظام شو اسمها علامه الروز رايز اذا جيت بتكسرها مستحيل لان اول ما تيجي تحط يدك عليها تدخل جوا فخلنا نشوف كسر امه جي جي روز رايز والله شو قاعد يكسرون السياره يا ساتر كسر السياره لا تكفى شو اسمه ذا برد يا كسر القزاز حق السيارات ايوه ماكلارين وراه مرسيدس بس ماني عارف ايش اسم المرسيدس بالضبط لا 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 الله يعوض عليك بيع بيتك ومصلحها بيع بيتك ومصلحها احاحاح ليه 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 يا اخي اقسم بالله البنات ما تدري كيف يفكرون كسرت البورش والله حرام اقسم بالله حرام ايوه وين رايحه وعادي ولا كانها سوت شيء ايوه ايش اسمه لا كولينل صدموا توك توك يا عيال يعني هذا ما عنده فلوس يشتري سياره مع توك توك يصدم كل شق الباب يا عمي هذا ما يبيع بيتهم هذا يبيع نفسه لا 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 يا غبي تكفى لا تقول لي طفت طفت يا اخي ابله حد يدخل في المي بالسرعة هذه لكن شكله معاه فلوس ما فكر معاه فلوس يا رجل ايوه داينو احب شيء اسمه داينو لو تبغوا لك حلقة كاملة عن الداينوات انا ما عندي مشكلة في شيء انفجر وطلع يا ساتر لا يا المكلارن تكفى والله حرام يا عيال
بس ذولا معهم فلوس ما ينخاف عليهم ما ينخاف عليهم. شوف الفراري اوكي قلبي من جوا يتقطع يا عيال. هذولا ما يقدروا قيمة السيارات اللي عندهم. هذا عادي ستايل، هذا حمار عادي مرة. لا 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 جي جي شوف الجنب جي جي خلاص ودع الملاعب. روح ادفع 20,000 تصليح جي كلاس. لا 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 الله يعوض عليه. لامبرغيني اوكي نقز من على المطب. بس دول اللي يسوون كذا اغلبهم ترى معهم فلوس. شوف هذا قاعد ينزل السيارة، لو صار لها شيء اتوقع هذا بيكون اسوأ شيء في حياته، لان فيراري هذه غالية جدا. اتوقع الاس اف 8 اتوقع اسمه. يا ساتر طاحت الله يعوض عليه. هذه شوية مكسرة ولا هو حط؟ لا والله طلق نار يا عيال. ودي ار اس 7 يا عيال، هذه بالنسبة لي هذه العشق يا عيال. قاعدين يدفونها. اذا ما معك فلوس حق بنزين ليش تشتريها؟ ليش تشتريها؟ اوكي البي ام. لا 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 جديدة يرحم اهلك جديدة والله لسه جديدة البي ام. راحت فيها فقط. ذولا في روسيا. شوف المكلارن ايش حيسوي. ايوه لا 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 سارقين الجنود حقتها. طبعا شو اسمها السيارات الغالية السوبر كار دائما الجنود حقها يكون لها مفتاح خاص، مو نفس المفاتيح اللي تلقوه في البناشر يجي مع السيارة. بس كيف قدروا يحصلوا على مفتاح ويسرقوا جنودها ما ادري. اوكي قاعدين يتقاومون. لامبرغيني هذه افنتادور، وهذه ما ادري ايش السيارة الصغيرة. لا تقول لي حتروح عليه. والله شاد معاه يا عيال، شاد معاه. يعني هذه يمكن قيمتها ما يتعدى 50,000 السيارة هذه او 70,000. بقول على المستخدمة 50,000 وكثير عليها، ولامبرغيني سعرها فوق 800,000 او المليون. لا 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 لا. والله راح فيها، والله راح فيها. شفتها طار بس ما ادري وين وصل. ما ادري وين وصل. اوكي بورش يا ساتر. تكفى تكفى يا ولد كلاسيك. لا كويس ركد. اوه يا عمي الله سوى لهم تسجيل دخول، سوى لهم تسجيل دخول. روح يا عمي لا طالع. ايوه ديل روح. روح العين طلعت السواقة. لا كيف دخلت الحجرة ذي في الوجهية؟ اوكي والله يا هو مسرع. دخل في الشسمة هذه هي. يا ساتر جاكور توقع هذه اف تايب اما خاب ظني. اوكي هذول شكلهم معهم فلوس. شوف الكولينل هذول معهم فلوس. اوه طلق نار يا عيال. هذول شكلهم حقين المخدرات، الانتقام من بعض وزي كذا. بس ما حد قال لك توقفها هنا قدام الناس. شكله حق هذا شوف لابس نفس لون السيارة. توقع هذه ام 3. والله ما شاء الله يا العزم. لا 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 انا قلت ما شاء الله. انا قلت ما شاء الله. راح التالف، راح التالف الله يعوض عليه. لامبرغيني هذه وش ذي؟ افنتادور. هذا هذا عندنا شكله في الكويت. اسمع يقول بالروضه. قولي والله يا طار يا عيال يا ساتر يا شوف الحجره طارت، طلع فوق الحجرة وطير أم الحجرة جت على السيارة. هذه وش ذي بي ام؟ ظهر بي ام يا عيال. والله يا أقلع أقلاع مو طبيعي. لامبرغيني يا فراري قصدي. لا 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 لا
يا اخي اذا انت ما انت قد التراكشن لا تفكه. اوكي لا 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 احا بركان راحت فيها والله، بس ما مو صدمة قوية اتوقع، يعني على الخفايف. دام اشترى السيارة مع فلوس تصليحها، مع فلوس تصليحها. ايش اللي جاها؟ بسيطة. صدام بس يبي لك يا رجل، ولا ودى عند المتفتف يسوي لك بولش ويعطيك معجون اصلي. اوكي هذه شو اسمها مكلارين، لسه راعيها موجود في السيارة. يا ساتر يا ساتر، والله حرام، اقسم بالله حرام. شوفوا من وين صدم يا عيال، والله يا بعيد صح. يا ساتر صدم في البورش، يا ساتر. الله جي جي، الله يعوض عليك. هذا ايش فيه ذا؟ لا 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 فراري لا، لعن ابو شكله. ايش فيه ذا؟ مريض سكران ذا، شر سكران سكران شكله. ايش فيه؟ كسر امه. وبس والله يا عيال، هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو حقنا. اتمنى ان نال اعجابكم، واذا حابين نستمر في الفيديوهات هذه يعني نجيب لكم مقاطع حوادث، مقاطع مضحكة، ناس جابوا ام العيد، اكتبوا لي تحت في التعليقات. انا عارف اول مقطع ما حيناسب الكثيرين، ولكن اللي يشوف المقطع وعاجبه يكتب لي. ابغى اشوف عدد كبير كاتب لي في الكومنت اللي يبوني استمر يعني في المقاطع هذه، باذن الله نستمر فيها. هنا نكون وصلنا لحلقه، اتمنى انها نالت اعجابكم، اشوفكم على خير، في امان الله.